هو لازم يبقى في حدود بين الاب وابنه او الاب وبنته، لان ده بيدي درجه من الاحترام. بس ده ما يمنعش ان لازم يبقى في، يعني لازم الاب يصاحب ابنه عشان يعرف هو بيفكر في ايه، هل هو افكاره كويسه او مش كويسه، بيفكر صح او خطا، ويقول له ويديله على الصح. هو الاهم من الهزار ليه حدود ولا لا، انت لو تعديت حدودك ده بيضايقهم ولا لا. يعني انا مثلا ليا اصحاب كتير لما يجي يتعاملوا مع والدهم بيتعاملوا كانهم صحاب. طيب ده لما يتعاملوا كانهم صحاب، هل ده بيضايق الوالد؟ لو ده بيضايق الوالد يبقى خلاص بقى ما تتعاملش بالطريقه دي تاني. انما انت لو هو متفق معاك ومبسوط من طريقتك خلاص هستمر على كده. لازم يكون في حدود، لازم يكون في احترام وفي يعني تقدير للاهل، يعني بحيث ان برضه لما يسمع كلامهم الاهل، يعني عايزين مصلحه اولادهم وهم اكتر خبره وهم اللي عارفين الصح والغلط. يعني العيل ما بيعرفش الصح والغلط الا لما بيكبر. حدود بينك وبين والدك او والدتك لازم تبقى موجوده في حاجات كتير. مثلا انا كواحد بدخن ما ينفعش ادخن قدام اهلي، حتى لو هو عارف، بس احتراما ليه. في اي قاعده فيها ناس كبار ببقى واقف قاعد راجل جنب والدي، فاهم؟ بحس ان انا بكبره هو وبكبر نفسي. لازم طبعا يكون في حدود في التعامل، حدود في الكلام، في الهزار، حتى في الانفعال. عندك ضغط نفسي، ضغط شغل، لازم يكون في حدود ما بينك وما بين والدك، ما بين والدتك، حتى ما بينك وما بين اخواتك. يعني حتى اخواتك الصغيرين ما ينفعش، لازم يكون في حدود ما بينك وما بينهم، هم ما يتعدوهاش وانت ما تتعدهاش. برضو نفس الكلام في الحدود ما بينك وما بين والدك. هو طبعا في حدود اكيد بتتحط نتيجه علاقه الاب والام ببعضهم، يعني الام والاب في كلامهم مع بعض، في حديثهم مع بعض. لو في طبعا حدود، في لياقه وفي ادب في التعامل مع بعض، الحاجه دي بتتنقل للابناء اوتوماتيك. لازم يكون في حدود، ده اولا. ثانيا موضوع الهزار مثلا بالايد، الهزار بالالفاظ، سواء انك مثلا ممكن تعلي صوتك، لا ما ينفعش. طبعا لازم يكون في حدود ما بيني وما بين والدي. دول ليهم فضل عليا، دول اللي هم اللي ربوني وكبروني وربنا امر لي ببرهم، واللي انا ما ارفعش صوتي عليهم واللي انا ما اعليش صوتي عليهم. تعاملك مع اصحابك حاجه ماشي، ممكن تزعق لاصحابك، ممكن تتضايق من صحابك، اما والدك ووالدتك لا. لازم يبقى في حدود، لازم يبقى الولد او البنت عارف ان في حته ما عدياش في طريقه الكلام، اسلوب المخاطبه، في المساواه في الحقوق والواجبات. يعني انت بتاخد حاجات كتير قوي من والدك ووالدتك، وبالتالي انت يعني ليهم عليك حقوق اقل ما فيها انك تحترمهم. ما ينفعش تتخطى حدودك مع باباك اصلا، اللي هو اول واخر حاجه انت انك تفكر فيها انك تتعدى حدودك مع باباك.